هاي الشحنة بتحتوي على مواد إغاثية طارئة مثل الخيام، بطانيات حرارية، حبوب تنقية مياه وبيدونات لنقل المياه. هاي الشحنة هلأ حالياً تفرغت بالمطار، عم يتم تحميلها على شاحنات ونقلها لمستودعات اليونيسف بدمشق. رح يكون في عد وتنظيم لها، لاحقاً رح يتم نقلها للمحافظات الأكثر تضرراً وتوزيع على المحتاجين عن طريق المنظمات الأهلية العاملة بهاي المحافظات. We have received a large number of supplies that we are transshipping today to Northwest Syria. Some of these items are recreational kits. We have for about 20,000 children. These are items that help reestablish a sense of normalcy among children and also serve as a stimulation and learning.